إذا كنت طبيب أسنان وعندك أي نوع من أنواع المواهب سواء الفنية أو الرسم أو حتى الكوميديا، هلا فرصتك بأنك تدعم هالموهبة هاي من خلال المشاركة بمؤتمر إيدك 2022. كل اللي عليك أنك تعمله أنك تسجل فيديو ما تتجاوز مدته 60 ثانية تورجينا فيه موهبتك وتعمل منشن وتاج لكل الحسابات المذكورة على الشاشة. الفائزين رح يتم تحديدهم واختيارهم من خلال أعلى نسبة مشاركة على هالفيديوهات هاي سواء بالتعليقات أو المشاركات أو اللايكات. الفائزين حيكون عندهم فرصة ليشاركوا بمؤتمر إيدك من خلال برنامج إيدك ستارز ويعرضوا مواهبهم لكل الموجودين بالمؤتمر، وكمان حيكون عنده فرصة أن يوقع عقد مع إندكس ميديا تالنتس لترعى مواهبهم وتقدمها للعالم.